كما وعد به خلال حملته الانتخابية، يتجه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون نحو إجراء تعديلات دستورية وصفها شخصيا بالعميقة، وهذا خلال أول اجتماع مجلس الوزراء، معتبرا تعديل الدستور حجر الزاوية في بناء الجمهورية الجديدة. الأعين ستكون مسلطة على الصلاحيات التي وعد الرئيس بالتنازل عنها ومنحها استقلالية عن منصب رئيس الجمهورية، أبرزها قد يكون منصب وزير الدفاع الوطني الغائب عن إعلان التشكيلة الحكومية الحالية. البلد في حاجة إلى إصلاحات دستورية عميقة لا بد أن تتماشى مع التطور الحاصل في المجتمع بين النظام البرلماني والنظام الرئاسي، وأن رئيس الجمهورية صلاحيات الممنوحة له حاليا تحتاج إلى تخفيفها فيما يخص التشريع بالأوامر وما بين دورتي البرلمان. أخلقت الحياة السياسية والنأي بالعمل السياسي عن كل الممارسات السلبية السابقة عبر تكريس مبدأ الفصل بين المال والسياسة ومحاربة الرداءة في التسيير، نقطة مهمة قد لا يغفل عنها التعديل الدستوري الموعود. المال الفاسد طغى على الحياة السياسية مؤخرا في البلد، وأصبح تقريبا مؤسسات شبه فساد أصابها، لا بد من إعادة النظر بهيكلة ثقيلة في هذا المجال لفصل المال عن السياسة. وثقة دستوري الجزائر شهدت تعديلات كثيرة بمرور سنوات استقلال البلاد، إلا أن التعديل المرتقب يعد فاصلا مهما بين جزائر الماضي وجزائر الجمهورية الجديدة.